ضربات موجعة يواجهها طيران التحالف العربي للميليشيات الحوثي، قصف متواصل يستهدف تجمعاتهم ومستودعاتهم. التحالف استهدف بالقصف مقر ميليشيات الحوثي في مكتب التربية والبنك اليمني والمعهد المهني ومعسكر الحرس الجمهوري والمجمع الحكومي ومنزل محافظ صعدة والعديد من مواقعهم في مناطق العند والخفج وصخيان. قصف سبقته غارتان جويتان على تجمعات ميليشيات الحوثي في منطقة الحوبان أدت لمقتل عدد من عناصره، كما استهدف طيران التحالف موقعا لهم في جبل جرة بمحافظة تعز. كذلك شن طيران التحالف 4 غارات جوية على تجمعات لميليشيات الحوثي في مدينة قطعة شمال الضالع، فيما استهدفت عدة غارات مواقع الحوثي في محافظة صعدة المعقل الرئيسي للميليشيات. طيران التحالف نجح كذلك في استهداف تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي في منطقة المعراضة غرب اليتمة بمحافظة الجوف، وقتل عددا من ميليشيات الحوثي بينهما قياديان. وبغطاء من قوات التحالف العربي تتواصل جهود رجال المقاومة الشعبية، حيث نجح كمين للمقاومة في قتل قيادي حوثي و6 من مرافقيه في منطقة العرقوب بمحافظة أبين، بينما قصفت قوات التحالف منزل أحد قيادي ميليشيا الحوثي ويدعى علي الشهري. أما على الحدود السعودية اليمنية فقد استهدفت القوات البرية السعودية بالقصف المدفعي والصاروخي مواقع لميليشيات الحوثي في مناطق مختلفة في محافظة حجة الحدودية مع السعودية. عليا عز الدين، العربية.